مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. لم يبقى أحد في اليمن إلا ذاك بعضا من مرارة سياسات ميليشيا الحوثي والمخلوع، وفي مقدمة هؤلاء الضحايا الأطفال. دمرت الميليشيا مستقبلهم، قصفت مدارسهم ومشافيهم، دمرت حياة مجتمعهم وقوضت شعورهم بالأمان، جعلتهم ما بين مطلقين للرصاص ومتلقين لها. جندت الميليشيا الأطفال بالآلاف، وأغرتهم بالسلاح وعلقتهم بالقليل من المال والكثير من الأوهام، وعبأت عقولهم البيضاء بالكثير من الدعاية الحربية السوداء حتى أوصلتهم إلى الجبهات بأجسادهم الغضة. يحملون أسلحة قاسية ويسيرون على دروب موحشة في تضاريس صعبة، خدمة لمشروع هو ضدهم بالأساس، مشروع يرهن دولتهم لغيرهم وينتقص حقوقهم ويقول لهم أنتم أقل درجة من بقية البشر. كثير من الأطفال قتلوا في الحرب، وكثير لا يزالون في الجبهات يقتلون ويقتلون، وقليل منهم نجا من هذا المصير بأعجوبة. قليل فقط كانوا محظوظين بأن يكونوا أسرى في يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مأرب، ومنهم الطفل عمرو علاية الذي أسرته المقاومة في أطراف مأرب. نستمع إلى قصته على لسان والدته ثم نعود. أنا هكذا من حق القوي، قلنا يا ابني ما حنفعكش ولا بايد معي، وعلك المهم غاوي مشو يعني عادو غاوي، تخيله اني نزهة. قال لي عسر يتدرب وصار وهي قوى من حق الغواء، اصلا هو زعل على صاحبه قتل، وقد كانت نفسيته تعبه قاسي مكتئب. اخوه قال له عدي معانا، وهو يلا معه اخو الولد هذا، ايوه قال له عدي معانا ندافع عن الوطن ومدري ما به، وادخلوا لنا لا صنعاء مدري ما هو هذا من حق الغواء تصنيفه وهكذا، وكانوا غاثي غاثي مكتئب على صاحبه، وصاحبه قتل وهو اكتئب عليه وهكذا وضحى. قلقوا غاثي ومكتئب، وبعدين يا لطيف كنت أحس إن أنا ضايع، أنا بكلي أين الولد بسرولي قوة، سيري أخوتك قوة، ابني سير بسر أخوك قوة، أخوها الكبير سير بسر، قال أنا سير بسر لا مارب، قالوا صار مارب بغير جنان بغير، قال والله بعدين ما فيش مع تلفون تتواصلوا معها، انقطعت الاخبار ما بش اتصلنا، لو ما شبعنا ما بش تلفون، شلوا عليها التلفون. كنت اجلس قرب كيلي والباري وادعي ارحم الراحمي، ما افعل ما بش في يدي لا حيله ولا وسيله، اسر لا عندي ذي واسر لا عندي ذي واسر، ما عاد خليت احد لبحت يخرجوه ما بش فايده. أبوه هو قدو يعني كبير، ما عادش قدو كبير في السن، ما عاد يقدرش، كان يقول أشتي أسير أبشر ابني وأسير أدور، لكن أنا ما عاد قدرش، ما عاد بيقدرش ينزل حتى على الحمام، قدو تعب قوي ضيق نفس ضيق نفس وتعب، كان يمكنها غير بكاء ودعاء. الباري أكرم من الله ما بحد حفظها الباري. عرفنا ولنا حق غثينا وافتهرنا، وما عاد كنت شرقد الليل ولنا، انا ما كنت قرر كنت اجلس قرر اقوم اصلي وادرس ان الله يخارجه، واقوم اصوم كنت اصوم اثنين وخميس اثنين وخميس، قلنا ان الله يخارجه الباري والباري يحفظه. ما بالله حلمت انهم شبحوا هكذا، هو بيصح يمه، قمت قلت يعلم الله ما اقع بعمر، بين حاكي اخوه قلت يا ايمن يعلم الله ما اقع باخوك عمر، أنا حلمته، قال لي ما أقع بالشي، وهو قد كان مأسور يوم ما أتسر، قلت والله نقع بالشي لكن الله أحفظه وأرحم الراحمين، أستغفر الله العظيم. بس يعني حسيت إني بحاجة، قلت يعلم الله ما أقع به، بين أقول هذا الأيمن قلت أخوك يعلم الله ما أقع به، قال ما أقع به أنت بتخيلي، عدو بتدرب، قلت أنا بتدرب ما هو هذا من تدريب.
الحمد لله والشكر لله على كل حال. والباري أكرم منه ما بحد، نظرت بختمه دريس لا نيته إن الله يخارجه، لو ما دريت يعني أنا ما دريت الله بصدفة بي، حاكوا أبو أنا كان مخفين مني، بعدها حاكوا أبو قالوا يا أبا ضيع عبد الله ابني الذي أصغر من إبراهيم، قال يا أبا عمرو مأسور، قال له بغير جنان، قال لا والله إنه مأسور، إنه مأسور لكن عاي خارجها الله وأنا بنسمع. قمت بقيت علي شوي وهذاك الأب مسكين أمان إنه بكي لو ما قال بس إن كان ينزلهن أربع أربع ما كلفها الله، بين أقول لي يا ابني ارزق يا ابني اجلس، لكن ما تقول للغوة والمراهقة سن المراهقة هذا ما حد يسر لهم. الناس قدم في الفضاء واحنا بين الحروب والمشاكل والهرم، رضينا بالهم والغم، رضينا بالفقر، رضينا بالكهرباء ما بش، الماء ما بش، يعني كل شيء رضينا به. كنا نقول نشتهي الامان، نشتهي الامان، حتى الامان ما عاد وصلنا شايفين. اين الحكمه؟ هذا الحكمه ايني اشتدري ايني حكمه اليمانيين بيقولوا الحكمه، الحكمه يمانيه، الايمان يمان والحكمه يماني. اين الحكمه وهم بيتحاربوا بيناتهم البي زي ما فلسطين، ولا لو شينهم ذا الحين يد واحدة يدوروا البلاد، كيف الخليج، كيف دول الخليج، كيف دبي وكيف دول الخليج كيف مطورة وسابرة وإحنا لا طريق سابرة ولا ما سابر ولا كهرباء سابر ولا أطفال آمني، من في يده إنه يوقف الحرب هذه يوقفوها. تعبنا تعبنا حروب، تعبنا مشاكل، تعبنا هرم، نشتي نعيش، خلونا نعيش بأمان بس، لا عاد نشتي منهم شيء، يأمنونا في بلادنا، ولا والله لو بقد الذي هم ما لهم شيء فلتوا البلاد وراحوا لهم هربوا، ما عاد إلا المساكين، المساكين ما عاد إلا، من الذي هم ما لهم شيء؟ ما بتح على أي دولة وبرد، يرحموا المواطن المسكين والأطفال. كم من الأطفال سقطوا في معارك لم يخلقوا لها، وكم من الأطفال يتلظون الآن في نيران هذه الحروب. لم تكتف الميليشيا بحرمان الأطفال من التعليم ومن حقهم في الحياة في بيئة صحية وآمنة مع أسرهم كما يعيش أطفال العالم، يتلقون التعليم في المدارس ويحصلون على الترفيه في الحدائق والمنتزهات ويحصلون على الغذاء الكافي للنمو المطلوب والدواء الحامي لهم من العلل، وتلك مسؤولية الحكومات والدول، بل إن هذا هو الغرض الأساسي من قيام الدول. أما أطفال اليمن فمحرومون من التعليم الجيد والغذاء الكافي والدواء، وفوق ذلك يزج بهم في المعارك، وقعوا في الأسر فأعادتهم السلطة المحلية في محافظة مأرب إلى أهاليهم. كان هذا الطفل ومعه أربعة آخرون محظوظون بأن حصلوا على فرصة للعودة إلى أمهاتهم مجددا، نتمنى لهم السلامة ولكل أطفال اليمن. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كونوا معنا. مجددا نرحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من فيينا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. مرحبا بك أستاذ توفيق. مرحبا بك أخ عبد الله، بجميع مشاهدي قناة بلقيس وبالذات برنامج جلست وحدك. تصحيحا للصفة، مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام. مسؤول الرصد والتوثيق في المنظمة، نعم منظمة سام. شاهدنا أستاذ توفيق وشاهد الجميع
استدراج الميليشيا الحوثية العديد من الأطفال وتمكن الجيش والمقاومة الشعبية من إعادة بعضهم بعد أسرهم في الجبهات إلى ذويهم. هؤلاء الأطفال كانوا هم المحظوظين بأن تعرضوا كما قلت للأسر وعادوا إلى أهاليهم. ألا تعتقد أن هؤلاء الأطفال ضحايا حسب يعني التوصيفات القانونية؟ قضية تجنيد الأطفال والتغرير بهم في النزاع القائم في اليمن وبالذات من قبل ميليشيات الحوثي من قبل سقوط العاصمة صنعاء أمر مثبت ربما بكافة التقارير الدولية. وتم زيارة صعدة والالتقاء بعبد الملك الحوثي من قبل المسؤول في ذلك الوقت من أجل وضع هذه مسؤولة الأمم المتحدة من أجل وضع حد لقضية تجنيد الأطفال. انتهاكات الطفولة ربما زادت بعد أن سيطرت ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء وإسقاط جميع مؤسسات الدولة. تحولت عملية تجنيد الأطفال من عملية يعني عشوائية إلى عملية ممنهجة استخدمت كافة إمكانيات الدولة ومؤسساتها. اليوم أصبحت وزارة التربية والتعليم ربما منجم كبير لاستقطاب هؤلاء الأطفال الصغار والذهاب بهم إلى الجبهات. نعم. تحولت وزارة الداخلية أيضا إلى لافتة كبيرة من أجل تجنيد الأطفال. تحولت أيضا وزارة الدفاع إلى لافتة كبيرة من أجل توظيفهم تحت لافتة توظيف الأطفال والزج بهم في الجبهات. نعم. أعتقد أنه قضية تجنيد الأطفال أصبحت ليست ظاهرة بل ظاهرة خطيرة وخطيرة جدا لأنها أصبحت تؤثر على مستقبل الوضع اليمني ومستقبله الحقيقي بشكل عام وبالتالي هي جريمة بكل المواثيق الدولية لأنه جريمة حتى على مستوى هناك اتفاقية روما عفوا اتفاقية جنيف وفي اتفاقية خاصة بحقوق الطفل التي تدعو إلى أن يتمتع الطفل بحياة كريمة وبطفولته كما يتمتع به جميع أطفال العالم وهذا الشيء المفقود. إذن القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات التي ذكرتموها رتبت أوضاع الأطفال خلال الحروب والنزاعات بحيث أنه يعني لا يتم استغلالهم يعني بشكل عسكري. نعم. حتى نصت أنه في حالة تجنيد الأطفال أو استغلالهم إذا بلغوا السن القانونية يجب أن يوكل إليهم مهمات داخل المدن هي أشبه أو أقرب ما تكون بالمهمات المدنية. لا يذهبون إلى داخل الجبهات لأن نفسيا وعقليا وجسمانيا غير مؤهلين لحروب من مثل هم هكذا هذا. هم هكذا أستاذ توفيق يخدعون أن تعالوا فقط للترتيبات ما يسموها الحوثيين الأمنيات. قد تم تطهير تعز، تم يعني الاستيلاء على مأرب، أنتم فقط ستقوموا بحراسة بعض المنشآت والنقاط في الشوارع، هكذا يتم استغلال الأطفال. تم أعتقد أنه تم قبل يومين رصد حالة انتهاك في محافظة ذمار عندما قامت ميليشيات الحوثي باختطاف أحد الأطفال بعد أن عاد من معركة تعز بعد أن غرر به وتفاجأ هذا الطفل أنه في معركة حقيقية هنالك قذائف هنالك اشتباكات هنالك دماء هنالك قتل. فر هذا الطفل وعاد إلى حضن أمه الدافئ الحضن الذي يجد فيه الأمان والطمأنينة والاستقرار أراد أن يمارس حياته الطبيعية مع أقرانه يلعب يقفز يجري يضحك لكن ميليشيات استطاعت أن تتتبعه وتختطفه من جديد مرة أخرى ونحن وثقنا حقيقة هذه الحالة وسنصدرها في تقريرنا لدينا تقرير خاص سيكون في الطفولة سنصدر بهذا في هذا الأمر. أنا على ذكر التقارير أستاذ توفيق هناك تقارير قديمة وتقارير منظمات محلية ودولية تتحدث عن يعني إثبات وجود تجنيد الأطفال سواء في صفوف يعني الميليشيا أو حتى تحدثت في وقت سابق عن تجنيد في الجيش قبل انهيار الدولة. الآن ما نشاهده أن تلك التقارير ذكرت أرقام أقل بكثير مما يراها الناس على الواقع على عدسات الكاميرات على يعني في الجبهات في
ما هو السر في هذا الفارق الكبير بين الأعداد التي تذكرها التقارير الحقوقية وبين الأعداد المتواجدة فعليا في الميدان؟ أي ميليشيات على مستوى العالم وأي جماعة خارج عن القانون هي تدرك أنها تخالف القانون، وبالتالي هي بقدر الإمكان لديها مستشارين، لديها خبراء أيضا مثل قانونيين يحاولون أن يتحركوا في الظل. أنا كما قلت لك اليوم تستخدم مؤسسات الدولة ويتم عملية استقطاب الأطفال بطورة سرية، وتتم عملية ممنهجة بعد انتزاعهم يتم وضعهم في محاضن تربوية ثم إلى في عملية غسل الدماغ التاهية النفسية إلى غير ذلك، ثم يتحول هذا الطفل إلى طفل لا يعي ما الذي يفعله، لا يدري ماذا يفعله. أحد الناشطين في الحرب التي كانت في مديرية أو قصدي في محافظة حقة، أعتقد في مديرية خبور التي كانت على حدود صعدة، نعم، التقى بأحد الأطفال ووجد أنه عمره 10 سنوات. هذا الطفل كان يحن إلى أمه، فاشترى له لعبة ثم دفعه وعاده إلى أبي إلى داخل صعدة، ويتفاجأ أنه بعد فترة من الزمن أن هذا الطفل يتصل له وقال له كيف حالك، أين أنت الآن؟ قال له أنا الآن في رأس الجبال أقاتل. لماذا؟ قال لأنني لا أستطيع أن أترك السيد بدون حماية. يعني تصور كيف تتم عملية تجريف ومدخل هذه الأطفال. نعم. اليمن تعيش كارثة، عملية تجنيد الأطفال أخي الكريم تتم في الظل، يتم من خلالها تزوير كثير من الأعمار، لأن الآن مؤسسة الدولة بأيديهم سواء في السلك العسكري أو السلك المدني. صحيح. وبالتالي أنت لا تستطيع أن تقول أن هذا الطفل صغير ما دام لديه وثيقة خاصة بالأطفال أو لديه وثيقة خاصة تثبت يعني عمره تزور السن القانوني، إن عمره تجاوز السن القانونية. نعم. أنت الآن أستاذ طبيق ذكرت لنا حالتان من تم إعادتهم إلى أهاليهم ثم عادوا مرة أخرى إلى الجبهات. هذا يدفعنا إلى السؤال، هل كان الإجراء الذي قامت به السلطة المحلية في محافظة مأرب صحيحا أن يعاد الأطفال إلى أهاليهم دون تأهيل أو يعني إعادة تأهيل وإعادة يعني ضبط لما تم تلقينهم من قبل الميليشيا؟ أنا أعتقد كان هنالك يعني هو من الجانب الإنساني في جانب إنساني، لكن أعتقد أنهم من الجانب كجانب إجرائي كان المفروض أن يكون هؤلاء الأطفال أن يدخلون دور أو دور خاصة بعملية التأهيل النفسي والثقافي والفكري، لأنه بالنهاية اليوم الوطن أو اليمن غير آمن. كل أرض موجود تحت هذه الميليشيات هنالك تتبع، كما ذكرت لك في زمان هنالك تتبع للأطفال الذين يذكرون الذين يتركون الجبهات بمحض إرادتهم محاولة العودة إلى أهليهم يتم تتبعهم. هذا ما نخشاه أيضا على الحالة التي عرضناها اليوم في هذه الحلقة، أن يتم بالضبط تتبع بالضبط هذا الطفل وهو ورفاقه وعادتهم بالقوة أو وسائل التغرير الأخرى إلى الجبهات. ربما لا تستطيع، لنكون واقعين، ربما السلطات الشرعية اليوم لا تستطيع القيام بهذا الدور التوعوي، ليس لديها متسع من الوقت لإعادة تأهيل الأطفال المقاتلين. أريد أن اسمع لي أخي عبد الله، أريد أن أركز على نقطة هنا. أنا أعتقد أن الجانب الخيري وجانب التطوعي يتحمل جزء كبير في هذا الجانب. هذا ما كنت أريد الوصول إليه. نعم نعم، اليوم تأهيل هذا الأطفال نوع أو باب من أبواب البر، باب من أبواب الإحسان. أنا أعتقد أن اليوم تأهيل طفل نفسي وفكري وثقافي أفضل 1000 مرة من بناء مسجد داخل اليمن. نعم. وبالتالي نحن اليوم يجب أن نهتم بهذا الإنسان. أنا أدعو التجار، أدعو رجال الخير، أدعو الميسورين إلى أن يهتموا بهذا الجانب، فهم في حقيقة الأمر يزرعون رجل للمستقبل سيستمر خيره بإذن الله في قابل الأيام. صحيح. أنتم دوركم كمنظمة خارج الوطن معنية بالرصد وتقديم التقارير الدولية حول الأوضاع في الداخل، هل لديكم أي نية أو خطة للالتفات إلى هذه النقطة تحديدا بالتشبيك مع منظمات في الداخل؟ أنا لا أخفيك سرا بأن قبل أيام كنت في نقاش مع أحد المسؤولين في أحد المنظمات الدولية، وربما وصلنا إلى اتفاق إلى أن نصدر تقرير مشترك خاص بالطفولة في اليمن،
وحددنا نوع المحاور التي سنعمل فيها على ضوء هذا التقرير. قضية الطفولة قضية مقلقة، نعم ليس لليمن فقط وإنما حتى للعالم الدولي، لأن الطفل هو الجانب الأضعف مع المرأة في أي حروب، في أي حروب الفئات طاحنة. الهشة. نعم نعم، سواء كانت هذه الحرب أهلية داخلية أو كانت هذه الحرب على مستوى إقليمي أو دولي. العالم رأينا كيف يتعاطف مع قضية عمران السوري، وهم يتعاطفون مع هذا الأمر. أعتقد أن الجهد كبير والتحدي أكبر. نحن يعني إذا استطاع الآباء يعني تقدم وعيهم واستطاعوا يبلغوا حقيقة عن الحالة التي يعيشونها سيكون أفضل. لكن أخي الكريم، هناك استغلال بشع للحاجة الإنسانية. اليوم الناس بلا رواتب منذ 3 أشهر إلى 4 أشهر، هنالك أسر محتاجة للمعيل، محتاجة للأكل، ربما فقدت عائلها، لم تجد أمامها إلا أن تدفع بابنها إلى ساحة القتال. هنالك مجموعة من الأسباب متعلقة بالجانب الثقافي، بالجانب القانوني يجب فكفكته. نحن لدينا في نعم اليمن ممتلك السلاح، بمعنى أنه أصبح رجل افتخر أن يحتمل السلاح، هذه الثقافة يجب أن تتلاشى وأن تغيب. دور وسائل الإعلام كبير في هذا الجانب، كيف يعيش صحيح. الطفل حياته الحقيقية. نحن عشنا أزمة قانونية في تحديد عمر الطفل، ولم يوجد في القانون ولا يوجد لدينا قانون عسكري بالمعنى الحقيقي حتى يرتب جريمة على تجنيد الأطفال تحت سن 18. حتى نعتقد أن المعسكرات السابقة نعم كانت تعسك يعني تقوم بتجنيد عسكرات، الأطفال. نعم حتى الآن نحن إذا رأينا أي بوادر في المقاومة يعني نتحدث بكل صراحة، يعني صحيح. مع ذلك نقول أن المقاومة ربما الأمر يكون فيه بنسبة لا تتجاوز 0.5%. صحيح. لكن هنالك ما نشاهده في الجبلات، نشاهد أطفال وجريمة بشعة ترتكب بحق المستقبل اليمني. اليوم أطفال وشباب هؤلاء القادة من الميليشيات ربما يعيشون في القصور أو يعيشون في أوروبا أو يدرسون في أرقى الجامعات، وأبناء اليمنيين الحقيقيين الذين يعول عليهم بناء المستقبل هم اليوم الذين يذهبوا ضحية هذه الحروب الطاحنة. نعم، لأي عاقل يمكن أن يتأمل فقط في صور ما أو من قادتهم الميليشيا إلى المهالك دفاعا عن وهم عبد الملك الحوثي وأوهام سلالته. هذا يقودنا للتساؤل مرة أخرى أستاذ توفيق حول الأسرة ودور الأسرة. كثير من الأطفال أعيدوا إلى عائلاتهم، هناك آباء حضروا لاستلام أولادهم، هناك أمهات كذلك. ربما يكون الفقر أحد الدوافع، لكن ثم الدوافع أخرى يجب التركيز عليها. ما الذي يمكن أن يقال لمثل هذه الأسر التي تدفع وتسلم أبنائها دون يعني حاجة ماسة ودون ضغوط كبيرة؟ ما الذي يمكن أن نقول لهؤلاء؟ كيف يمكن أن يخاطبوا وهم يفرطون بفلذات أكبادهم إلى معارك عبد الملك الحوثي؟ أنا أعتقد أنه كل أب أو أم قادرة على أن تبعد ولدها عن هذه الكارثة المتعلقة بالحروب وتجنيد الأطفال هي من الباب الشرعي خائنة للأمانة في نعم. حقيقة الأمر خائنة، ولا تؤتمن على هؤلاء الأطفال ما لم تكن مكرهة. هنالك ما لم نن... أيوة نعم، هناك بعض الأسر نحن نقدر قدرها بحسب الضغوط التي بالضبط. تمارس عليهم. نحن رصدنا حالة الشيخ الصباري الذي قتل في الحيم الداخلية نعم. والخارجية طبعا خارجي نعم الخارجية، وبعد تتبع الأسباب رأينا أنه من أسباب قتل هذا الرجل أن لديه أبناء يقاتلون في داخل المأرب، بمعنى أن هنالك ضغوط على الأسر، يعني إذا لم تسلم أبنائك لنا سنقتلك، أو إذا ذهبوا أبنائك إلى طرف آخر نحن سنقتلك. هنالك حالة ملتبسة أخي الكريم، هؤلاء الناس لا يعرفون شيء إلا أن يبقوا داخل هذه السلطة. أنا أعتقد على الآباء، على الإعلام أن يمارس دور كبير، ودور كبير كبير جدا في هذه التوعية، أن الأسر التي لديها أقرباء، لديها متعلمين، لديها مثقفين، أن يقفون إلى جانبهم، لأنه أحيانا الأسرة من الأب والأم ربما يكون جاهلين، ربما يغرر بهم، لكن أنا أحمل العبء من يكون أقرباء في هذه الأسرة، خاصة ممن لديهم وعي ثقافي واجتماعي وقانوني يعرفون بهذا الجانب. لكن الأب الذي يعني يرسل ابنه وقود للمعركة بكل هذه البساطة، هذا نعتقد بأنه خائن للأمانة بكل ما تعني هذه الكلمة من خيانة. أعتقد أن ذات التوصيف في خيانة الأمانة في الحفاظ على
الأبناء سواء كانوا فلذات أكباد الشخص ذاته أو من استؤمن عليهم كالمدرسين والتربويين. التوصيف أيضا ينسحب على كل تربوي وكل مدرس يدفع بطلابه وبأبناء الناس إلى المهالك، أليس كذلك؟ نعم أخي الكريم، اليوم هنالك تجريف حقيقي والله، إنه كل يوم يمضي وكل ساعة تمر ويتأخر هؤلاء داخل اليمن ويتأخرون في إدارة العملية التربوية، أننا نفقد جزء من المستقبل المهم لهذا الوطن، نقولها بكل صراحة. الحادثة التي حدثت في حدة في مدرسة الطهيف، أن يصل الأبناء إلى أن تتحول المواد المتفجرة إلى ألعاب يومية يأخذون معها إلى المدرسة، يعني ماذا تنتظر من هذه المدرسة أن تخرج لنا؟ هل تنتظر منها أن تخرج رجل فيلسوف؟ تنتظر من المدارس أن تخرج قانون؟ أخي الكريم، اليوم تحول المعلمون للأسف الشديد إلى 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 نستطيع نقول رجال توجيه معنوي لهذه الميليشيات داخل المدارس. اليوم تحولت بعض المدارس إلى حسينيات. اليوم الكتب المدرسية أصبحت تغير إلى خرافات يعني وملازم وخزعبلات. صحيح، نعم أخي الكريم، والله العظيم، والله إننا عندما يعني تظل تقف أمام هذه الحالة تصاب بحالة من الإحباط والبكاء. كل أنا أعتقد الحكومة الشرعية تتحمل جزء كبير، التحالف يتحمل مسؤولية كبرى، والله كل يوم يمضي أن المشكلة اليمنية تتعقد وأننا نفقد جزء من المستقبل، لأن ذهاب هؤلاء بعيد عن الوضع الطبيعي معناته انضمامهم إلى طرف غير طبيعي. صحيح، هو الذي كان يلعب داخل هذا الوطن. وافقك تماما أستاذ توفيق الحميدي من منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. عمرو علاية ورفاقه تم الرصد، نتمنى أن تكون قد تمكنت من العودة إلى مدرستك أنت ورفاقك، والعودة كذلك لحياتكم الطبيعية في أمان الله.